الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمدك اللهم على السراء والضراء وكيف لا نحمدك على السراء والضراء وأنت خالق من في الأرض والسماء كيف لا نحمدك على السراء والضراء وأنت رازق من في الأرض والسماء كيف لا نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين ولم يسبقنا به الحامدون كيف لا نعيش تحت حكم إرادتك ساعين إلى ميادين رحمتك يا من عرفتنا قدر هذا السعي فقلت وأنت أصدق القائلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء
ويعلي من يشاء ويخفض من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء بيده الأمر كله وإليه مرجع الأمر كله وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورائدنا وقائدنا ومعلمنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه الذي كان ولا يزال وسيظل أفضل خلق الله وأتم خلق الله وأزكى خلق الله وأنقى خلق الله وأتقى خلق الله، ومع كل هذا جرت عليه سنة الله في خلقه، فخاطبه ربه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين اتبعوا سنته وساروا على نهجه القويم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فلما حضرنا صعد صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فقال آمين. فقلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال صلى الله عليه وسلم: عرض لي جبريل عليه السلام، فلما رقيت الدرجة الأولى قال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. فلما ترقيت الدرجة الثانية قال: يا محمد، بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. فلما رقيت الدرجة الثالثة قال: يا محمد، بعد من أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. الحديث رواه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بلغة العصر الحاضر، يعقد رسولكم صلى الله عليه وسلم اجتماعا طارئا على مستوى القمة، ويأمر: احضروا المنبر. لأنه كان صلى الله عليه وسلم ما يصعد المنبر في وقت الجمعة فقط، ولكن إذا ألم بالأمة أمر كان صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة إلى أن يلتقوا في المسجد، ويصعد صلى الله عليه وسلم المنبر من أجل أن يلقي موعظته. اجتمع الصحابة، صعد الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ثلاث مرات آمين.
فلما انتهى سأله الصحابة: يا رسول الله، أمر لم تصنعه من قبل، ما الذي جعلك تدعونا في هذا الوقت بالذات إلى هذا الاجتماع وتصعد المنبر ونسمع منك ثلاث مرات آمين آمين آمين؟ قبل أن أسترسل أقول إن في الحديث كلمتين، كل كلمة كررت ثلاث مرات. كلمة الأولى آمين، ما معناها؟ اسم فعل بمعنى اللهم استجب. ونحن جميعا حين نقرأ الفاتحة أو يقرأ الإمام الفاتحة وهو يصلي بنا ويصل إلى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلنا نقول مع الإمام آمين. ما فائدة آمين؟ أولا، الصحابة كانوا حين يصلون وراء الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون آمين ويمدون بها أصواتهم حتى يرتج المسجد بهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها ايه؟ اللهم استجب. فايدتها ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اذا امن الامام فامنوا. مجرد ما يقول الامام امين انتم تؤمنون مع تأمين الامام. ليه؟ لان الملائكة تؤمن على تأمين الامام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنب. إيه كمان في كلمة آمين؟ هي من خصائص أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا ما كان من دعاء سيدنا موسى وتأمين سيدنا هارون عليه، وذلك واضح في قوله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. ده بالنسبة لكلمة آمين. كلمة تانية، كلمة بعد التي تكررت من جبريل عليه السلام ثلاث مرات. ما معنى كلمة بعد؟ هي معناها والعياذ بالله الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ايه اللي حصل؟ سيدنا رسول الله يرقى الدرجة الاولى يقول آمين، الثانية يقول آمين، الثالثة يقول آمين. ماذا حدث يا رسول الله؟ بيقول: أمين الوحي جبريل تنزل علي في ذلك الوقت، فلما ارتقيت الدرجة الأولى دعا بهذه الدعوة. قال إيه؟ قال له: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. يعني إيه؟ يعني مطرود من رحمة الله عز وجل من جاءه رمضان ولكن رمضان انتهى ولم يغفر الله عز وجل له، بمعنى أنه لم يصم صوما حقيقيا كما أمر الله وكما وردت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أمن على هذا لأن رمضان فرصة، صيام فريضة شهر في كل سنة، والأمة إنما تصوم صوم عادة لكنها لا تصوم صوم عبادة، والله عز وجل لا يرحب بهؤلاء المسلمين الذين يسلمون إسلاما شكليا أو ظاهريا، ولكنه يريد من الأمة أن تؤمن إيمانا حقيقيا إيجابيا عمليا. الدرجة الثانية من المنبر يصعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول آمين. جبريل قال لك يا رسول الله؟ قال: بعد، يعني طرد من رحمة الله من ذكرت عنده فلم يصل عليك.
مطرود من رحمة الله الذي يذكر عنده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ليه؟ انت حافظ. ومولانا الشيخ امام المسجد قال له بان الله قد قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وطبعا الاحاديث معروف من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها والحديث صحيح البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثالثة هذا اللي احنا عايزين نتكلم فيه. يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة ويقول امين. ماذا قال لك جبريل يا رسول الله؟ قال من ادرك ابويه عنده الكبر او احدهما فلم يدخلاه الجنة. يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى اللي يبقى ابوه عايش وكبر في السن او امه عايش وكبرت في السن ولم يبرهما ولم يدخلاه الجنة. فامن الرسول على الدعاء وقال امين. انا وقفت عند هذا وقلت يا ترى ربنا امر كم مرة في القرآن الكريم بالاحسان الى الوالدين؟ لان واحنا بنضرب ابنائنا من الائمة والخطباء والوعاظ على مستوى الدولة. لو انا قلت له يا ابني اتكلم عن بر الوالدين حيقول لك وقضى ربك الا تعبده الا اياه والرسول ان امك ثم امك ثم امك ثم ابوك وهكذا ويختصر القضية في هذه الآية وفي ذلك الحديث. لا 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 لا, لا, لا إن هناك تسعة مواضع في القرآن الكريم ربنا يحدثنا فيها عن بر الوالد. ولما يجي واحد يقول لك ده ربنا بيأمر ببر الوالدين بعد عبادته أقول له لا, ده ربنا مع الأمر بعبادته وحده لا شريك له يأمرك بأن تحسن إلى ليه؟ إلى الوالد. قل تسعة مواضع في القرآن الكريم ربنا بيتكلم فيها عن بر الوالدين. الموضع الأول في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. المفسرين قالوا إيه؟ قالوا معنى هذا بأن الإحسان إلى الوالدين جاء في جميع الشرائع السابقة ومن بين هذه الشرائع السابقة الشرائع التي أنزلت على الرسل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل. ده الموضع الأول. لو أنا سألت واحد من أبنائنا المشايخ سورة البقرة دي مدنية ولا مكية هيقول لي مدنية. طيب الموضع الثاني الذي أمر الله فيه بالإحسان إلى الوالدين سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هل هناك تكرار؟ الإجابة لا. وإذا كان هناك ما يشبه التكرار فإن علماء البلاغة قد قالوا بأن التكرار إذا كان لفائدة فلا تكرار. يبقى في سورة النساء بيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني عبادتك لله لا يمكن أن تتم أو أن تقبل إلا إذا أحسنت إلى الإيه؟ إلى الوالدين. سورة النساء مكية ولا مدنية؟ مدني. طيب بعد كده رقم ثلاثة ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام وهي سورة مكية قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لا ربنا يقول في
سورة الأنعام قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والعلماء يقولون بأن هذه وصايا عشرة التي وردت في هذا الموضع من سورة الأنعام، هذه الوصايا وردت في جميع الشرائع السماوية السابقة، كل الشرائع من أول رسل الله إلى الأرض سيدنا نوح عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورد فيها هذه الوصايا العشر اللي أولها إيه؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد سورة الأنعام الناس معايا حفظت القرآن ربنا يبارك فيه، هيجي بعد كده الأعراف، الأمثال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء. ربنا بيقول فيها الآيات اللي انتوا كلكم حافظينها وبتسمعوها، واللي المفروض ان أبنائنا في المدارس وفي المعاهد الأزهرية يدرسونها، وهي قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني حتم وأوجب وألزم ربكم عليكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي واحد يدعي إن هو عابد وعاقل والدين عبادته مش نفعة، لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فرضا ولا نفلا. وبعد كده ربنا بيفصل بعد التفصيل، إما يبلغن عندك يعني في كنفك وفي رعايتك، لأن وجود أبوك وأنت على ظهر الحياة وقد كبرت سنه ورق عظمه نعمة كبيرة من نعم الله، المفروض تتقي الله في أبيك وتبر أباك وتبر أمك. وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك في كنفك وفي رعايتك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لا تقل لهما أدنى كلمة فيها تضجر. ونحن الآن في عصر أنتم معي قد قربت فيه المسافات بين الأبناء وبين الآباء، الود دلوقتي عشان يبقى مدر يقول الحج جه والحج راح، او يقول عن امه الحج جاءت او الحج راح، وما يقولش ابويا او بابا او اي حاجة زي ما بيقول او امي، لا لا تقل لهما اف ادنى كلمة فيها تضجر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دي سورة الإسراء وهي سورة مكية. بعد سورة الإسراء هي مشايخ الكهف، وبعد الكهف مريم، ورد فيها مرتين الحديث عن الإحسان إلى الوالدين. الموضع الأول على لسان سيدنا يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، يعني من الصفات اللي ربنا وصف بيها سيدنا يحيى عليه السلام انه كان بارا بوالديه. وليه ربنا بيقول ولم يكن جبارا عصيا؟ لان اي واحد لا يبر والديه ويعق والديه سيكون جبارا متكبرا عصيا، لانه عصى الله ولم يطع امر الله تبارك وتعالى. الموضع الثاني ربنا بيتكلم على لسان سيدنا عيسى ويقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال بعض السلف رضي الله عنهم وارضاهم كل من كان عاقا لوالديه لا بد ان تجده جبارا شقيا.
ما فيش خير لابوه وما فيش خير لامه، ولذلك سيعيش طيلة حياته جبارا، وسيعيش طيلة حياته شقيا. والذي يتحدث هو أصدق القائلين، هو رب العالمين، هو ربنا تبارك وتعالى. بعد سورة مريم طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النملة، القصص، العنكبوت، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. المفسرون يقولون إن هذه الآية لها سبب نزول. سبب نزولها إيه؟ اللي احنا بنسميه عندنا في تخصصنا في اللغة العربية السياق الخارجي للآية. سبب نزولها إيه؟ سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان ابن عم آمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيدنا سعد كان لما الرسول يشوف جيم بعيد يقوم له ويهش ويبش ويقول: هذا خالي فليرن امرؤ خاله. بيقولوا المفسرين بأن سيدنا سعد آمن بدعوة رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمه ست كبيرة قالت له: سأمتنع عن الطعام والشراب وعن كل حاجة حتى تكفر بمحمد وبرب محمد. وتنتها على ذلك عدة أيام. وبعد ذلك جاء لها سيدنا سعد وقال لها: كل أو لا تأكلي فلن أكفر أبدا بمحمد وبرب محمد. وفي ذلك نزلت هذه الآية كما يقول المفسرون من سورة العنكبوت. بعد العنكبوت سورة الروم، بعد الروم لقمان. وربنا زي ما بقول دايما هنا وفي كل مكان بأن ربنا أفرد سورة بأكملها في القرآن الكريم اسمها سورة لقمان. ليه؟ لأنه على أرجح الأقوال لم يكن لقمان نبيا وإنما كان حكيما. وأنا أقول في كل مكان إن أمة الإسلام في هذه الآونة في مسيس الحاجة إلى العلماء الحكماء الخبراء. وانت لما تلاقي في البلد دي اكرم الله اهلها كفر خضرة نسح كما معنى هذا ان الدنيا ستكون بخير. والحكيم ده هو مين؟ مش هو الطبيب زي ما كنا بنقول زمان مع احترامنا للاطباء؟ لا، الحكيم هو الذي يصيب في القول ويصيب في العمل. الناس لما تبقى عندهم مشكلة تقول فلان الفلاني دار عنده حكمة يلا عشان خاطر يحللنا هذه المشكلة. الذي يصيب في القول إذا قال أصاب وإذا عمل أصاب. ربنا سمى السورة بأكملها زي ما أنتم عارفين سورة لقمان من أجل هذه الحكمة. وأنتم عارفين الآيات: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين ووصينا الإنسان بوالديه، أي أمرنا الإنسان بأن يحسن إلى الوالدين في القول في الفعل وهم عايشين وبعد ما يموت. ثم ذكر بعض الأشياء التي من أجلها كان هذا البر وكانت هذه التوصية. قال إيه؟ حملت أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف. ولو معنا حد من السادة الأطباء المتخصصين في أمراض النساء وسألناه: يا ترى الست من ساعة ما تحمل
الى ان تضع الى ان ترضع الى ان تفطم. ايه اللي بيحصل لها؟ هيقول هي تنتقل من ضعف الى ضعف، من وهن الى وهن، كما قال القرآن الكريم. كل الاطباء قال الحمل ضعف، الطلق ضعف، الوضع ضعف، الرضاعة ضعف. هي اللي ربنا سخرها عشان خاطر تعمل الحاجات دي كلها، عشان تأتينا بإنسان يعبد الله وحده لا شريك له. ما الجزاء الذي يجب ان تلاقيه هذه الام؟ البر والاحسان، وخاصة في وقت الكبر. خليك رئيس دولة، خليك وزير، خليك محافظ، لا بد ان يكون لك ام، ولا بد ان يكون لك اب. فيجب عليك ان تحترم اباك، وان تقدره، وان تبرع، وان تحسن اليه. ويجب عليك ان تقدر امك، وان تحترمها، وان تبرها، وان تحسن اليها. ولذلك قال القائل: اطع الاله كما امر، واملأ فؤادك بالحذر، والدين لا تلعب به لعب الصوانج بالاخر، حافظ عليه لانه نعم السعادة تدخر، واطع اباك لانه رباك في عهد الصغر، الى ان قال عن الام: حملتك 9 اشهر بين التألم والضجر، حتى اذا تم المدى وضعتك وهي على خطر. حملته امه وهنا على وفصاله في عامين: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. كثير من الناس يسألونني ايه معنى ان انا اشكر ربنا، اعمل ايه، وايه معنى ان انا اشكر الوالدين. كان زمان في بلدنا وبلدكم ساعة ما يطلع الشيخ المنبر ويقول الحمد لله الناس تقبل اياديها ظاهرا وباطنا، ويطلع برا بعد الصلاة يعمل اللي هو عايزه. لا طبعا، مش هو ذا الحمد، مش هو ذا الشكر. امال الشكر ايه؟ قال العلماء: الشكر لله ان تؤدي حق الله وحق عباد الله فيما اعطاك الله من نعم. طيب يا سيدي، قل لنا مولانا حاجة كده وصينا بيها عشان قبل ما نموت نبقى شاكرين لله. اقول لك، قال العلماء: اذا اديت الصلوات الخمس في جماعة في اوقاتها كاملة غير منقوصة، فقد اديت جانبا من شكر الله تبارك. اشكر ابويا وامي ازاي؟ الا عقب كل صلاة الى جانب البر والاحسان وكل انواع الخير اللي تعمله مع ابوك وامك، ان تدعو لابيك ولامك بعد كل صلاة مفروضة او نافلة، وتدعو لهما بدعاء القرآن: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى كل بعد صلاة وهم عايشين تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بعد ما يموتوا عقب كل صلاة وانت بتدعي لنفسك ولأولادك ولمن تعود تدعو لوالديك وتقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء: اذا دعا الانسان المسلم لوالديه عقب كل صلاة جالك جانب من برهما، ويبقى هذا جانب من اداء الشكر الذي امر به الله حين قال ربنا تبارك وتعالى هنا في سورة لقمان: ان اشكر لي ولوالديك الي. ثم ماذا؟ وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى انا حطاوي ابويا وامي في كل حال ما عدا شيئا واحدا، وهو ان يأمران
إخواني بالشرك بالله والعياذ بالله. طيب لو والعياذ بالله أمر الوالدان ولدهما بالشرك وقال لهم له، هل يقطع العلاقة معهما؟ لا لا لا. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ربنا اللي هيحاسبهم، إنما المصاحبة حتى لو كان الوالدان كافرين استمر في صحبتهما وفي برهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الموضع التاسع والأخير الذي يأمرنا الله تبارك وتعالى فيه بالإحسان إلى الوالدين في سورة الأحقاف، وهي أيضا سورة مكية. طب هتقول لي يا دكتور بتقول لي مدنية ومكية ليه؟ هقول لك لأن السور المدنية بيغلب عليها جانب التشريع، والسور المكية بيغلب عليها جانب العقيدة، فكأن الإحسان إلى الوالدين شريعة وعقيدة. الشريعة لا يمكن أن تقبل منك الشرائع إلا إذا أحسنت إلى الوالدين، لا يمكن أن تكون عقيدتك عقيدة صحيحة إلا إذا كنت محسنا إلى الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، تغير في الأسلوب، مرة يقول حسنا ومرة يقول إحسانا ومرة لا يقول حسنا ولا يقول إحسانا، وده نوع من ألوان الإعجاز في القرآن. وقد أكرمني الله بكتابة مؤلف كبير عن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها في مشقة شديدة، لكنها مشقة محببة إلى قلب الأم. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، خلي بالك بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يسألنا أنا عايز أبقى سعيد في الدنيا وفي الآخرة، أقول لك ربنا أمرك في صدر الآية بالإحسان إلى الوالدين. بعد كده فيه 3 دعوات ربنا ختم بهم الآية. لو أنت حققت هذه الدعوات 3 تحقيقا عمليا في حياتك كنت سعيدا في الدنيا والآخرة. الدعوة الأولية إيه؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني يا رب أعني على أن أشكر النعم اللي أنت أنعمت بها علي وعلى إيه؟ وعلى والدي. والشكر العملي بأكرر، الشكر الإيجابي. الدعوة الثانية وأن أعمل صالحا ترضى. اللي بيعمل عمل صالح، كل آيات القرآن اللي ربنا بيتكلم فيها عن الذين آمنوا غالبا في القرآن بيقول بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليس الإيمان بالتمني كما قال الإمام حسن البصري، ولا بالتحلي ولا بالتجلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. 2 وأن أعمل صالحا ترضاه. تقول العمل الصالح هو إيه؟ أقول لك الذي يتوافق مع ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة الثالثة وأصلح لي في ذريتي. يا رب ذرياتنا ضاعت منا أو كادت تضيع بفعل أمور كثيرة داخلية وخارجية، لم يعد الآباء قادرين على تربية الأبناء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصعب وقت يجب علينا أن نكثر فيه من هذه الدعوة هو هذا العصر الذي نعيش فيه. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هنا مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديار لا يموت.
اعمل ما شئ كما تدين تدان. وقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في بعض الكتب السابق ابن آدم: جعلت لك قرارا في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لكي لا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك فهل يقدر على ذلك غيري؟ لا أحد يقدر على ذلك سواك يا الله. فلما أن تمت مدتك أوحيت إلى الملك الموكل بالرحم أن يخرجك، فأخرجك على ريشة من جناح ليس لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى به، فأنبعت لك عرقين دقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا حارا في الشتاء باردا في الصيف، وأنبعت محبتك في قلب أبوي فلا يرقدان حتى ترقد ولا يشبعان حتى تشبع، فلما قوي ظهرك واشتد أزرك بارزتني بالمعاصي ولم تستحي مني، ومع هذا إن دعوتني أجبتك وإن سألتني أعطيتك وإن تبت إلي قبلك. نعم كثيرة أنعم الله بها علينا، من أبرز هذه النعم الوالدان. طيب، أنا أبر أبوي في حياتهما نعم، وبعد مماتهما نعم، والمشايخ قالوا لكم 100 مرة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة جاءه وقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ أنا طول حياة الصحابي بيقول يا رسول الله طول حياتي وأنا الحمد لله عند أمر أبي وعند قدم أمي، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. طول حياتي كده يا رسول الله. طب أبويا مات وأمي مات، فاضل علي حاجة أعملها؟ قال له: أيوة نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أوامر وتوجيهات ونصائح وعظات من سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله أنتم تعلمون جيلنا والجيل اللي بعدنا واللي قبلنا، حين ربانا آباؤنا وأمهاتنا تربية حسنة أذن الله لنا أن يكون لنا شأن
في هذه الحياة. ربنا مش هيفتح على اي واحد حتى لو كان معاه دكتوراه الا اذا كان محسنا الى والديه. والعملية زي ما انت عارف سلف ودين، والرسول بيقول بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. طيب كلمنا عن بر في الحياة وبعد الممات. طب الاب ده معلش اي مسؤوليات بالنسبة لأولاده؟ طبعا طبعا طبعا. وساعة ما افرط انا في حق ابنائي يبقى انا استاهل اللي يجرى علي. جاء رجل الى سيدنا عمر بن الخطاب يشكو اليه عقوق ابنه. سيدنا عمر انتوا عارفين العدل والدر على طول، اي حد يغلط اي واحد يعتدي على الشرع على طول لابد انه كان بيأدبه وامام الملأ. واحد جاي يقول له ابني ده عاق، هيعمل ايه سيدنا عمر؟ بعت جاب الولد فورا وانبه ولابه. ليه يا ابني؟ ده ربنا بيقول وبالذين احسانا والاحاديث بتقول كذا وكذا وكذا. فراح جاي الولد قال يا امير المؤمنين. قال له ايه؟ قال له اليس للولد حقوق عند ابيه؟ قال له نعم بلى له حقوق عنه. قال له ايه؟ قال له ثلاثة. رقم واحد ان يحسن اختيار امه. اما تيجي تجوز ابنك جوزه من بنت حلال من بيت مؤدب بيصلوا. وانا لسه قايل للناس من يومين ثلاثة في حفل زواج بأن لما يجي واحد يسألني أنا عايز أجوز ابني أقول له شوف بنت من ناس طيبين ويكونوا ناس بيصلوا وبيخافوا من ربنا عندهم مال ما يضرش، من علا محترمة ما يضرش، أبوها مش عارف موقعه إيه ما يضرش. إنما لو ده كله موجود والدين مش موجود والأخلاق موجودة مش موجودة. ولذلك أنتم تقرؤون الشباب بالذات بأن أكثر نسبة طلاق موجودة الآن في مصر وبين الشباب بعد ما يتجوزوا على طول بشهرين ثلاثة يروحوا محكمة الأسرة. ليه؟ لأن ما في دقة في الاختيار، في دقة في الاختيار. الراجل يقول لي واحد جاي عشان خاطر يخطب بنتي أقول له شوفوا كده بيصلي ولا لا، واهله بيصلوا ولا لا. ده الشرط الاولاني. هيقول بيصلوا وبيعملوا كذا اقول له صلاته ستنهى، ومش انا اللي يقول ده ربنا اللي قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا امير المؤمنين اليس للولد حقوق عند ابيه؟ قال له ايوه. رقم واحد ان يحسن اختيار امه. رقم اثنين ان يحسن اختيار اسمه. يسمي الولد بالاسماء الاسلاميه. واولادنا اللي بيروحوا هنا وهنا وبتاع والمدير يسموا اولادهم اسماء بعيده عن اسماء الرسول وابناء الرسول والصحابه وما الى ذلك. لا، انكم تدعون زي ما الرسول بيقول يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم فحسنوا اسماءكم. يوم القيامة ربنا حينادي عليا يا محمد يا ابن فلان. خدت بالك؟ يبقى ايه؟ تعاونوا يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فحسنوا ايه؟ اسماءكم. الشرط الحاجة الثالثة يبقى ان يحسن اختيار امه، ان يحسن اختيار اسمه الاب عشان الولد يبقى بار بيه. رقم ثلاثة ان يعلمه الذكر وتلاوة القرآن. الواد عنده 3 سنين عرف ينطق، اوديه لسيدنا في الكتاب عشان يعلمه القراءة والكتابة ويعلمه القرآن. الشاب ده رد على سيدنا عمر قال له ابويا ما عملش واحدة من الثلاثة دول، اما امي فانها زجية كانت لمجوسي، واما اسمي فقد سماني جعلا وهي اسم حشرة من الحشرات، ثم انه لم يعلمني حرفا واحدا من كتاب الله تبارك وتعالى. سيدنا عمر بص للأب وقال له اذهب فقد عققت ابن
ابنك قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. آخر حاجة، كل ما تعمله من صدقات، من خيرات، من دعوات، من قراءة قرآن، كل ده واصل لميتك بإذن الله تبارك وانت حدين. كل عمل ابن آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مات عندك أبوك، ماتت أمك، أخر الصدقات، أتلو القرآن، دعوات اللي تقدر عليه، ده بيوصل. نعم بيوصل بنص القرآن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وبنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأ بأنه قد ورد في الأثر: من ميت في قبره إلا كالغريق في انتظار دعوة تلحقه من أخ أو قريب أو صديق. يعني ساعة ما موت ووضع في قبري بتلقف على أي دعوة، على أي صدقة، على أي لون من ألوان الصدقات والقربات ابني يعملها، أو أي واحد في دار الدنيا يعملها، ويهدي ثوابها لموتاه ولموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا فرجتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات خير المسؤولين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن كان سببا في لقائنا هذا، واجعل ما نقوله هنا في ميزان حسنات من كان سببا في هذا اللقاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توسع لموتانا في قبورهم، وأن تجافي لهم عن جنوبهم، وأن تلقيهم برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك برحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أراد مصرنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصرنا بسوء فأرنا فيه عجائب قدرتك، فأنت القادر وأنت المقتدر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.